مرحبا بيك وبيك يا عايشة. لاباس؟ رمضانكم مبروك. يعيشك علينا وليك. وانتم حيين بألف خير. يعيشك علينا وليك. قد منا روحك. أنا اسمي فوزية. منين؟ من خزندار. وبيك نخدم في كلية العلوم بتونس. امرأة مطلقة عندي 3 صغار. مرحبا بيك. باش نحكيو اليوم في موضوع النفقة. النفقة فما رجال مظلومة فيها وفما نساء مظلومة فيها. كيفاش؟ كيفاش؟ فما رجال تصرف ومحلاش كان منهم ونساهم اللطف. وفما نساء بالحق مظلومة 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 ورجالها هاربة ومخلي أهل البلاء في البلاء. أنا هذايا بالنسبة لي نحكي على رأيي أنا الخاص، راهو فما رجال مظلومة وفما نساء مظلومة. مش الناس الكل راهي رجالها ها مشات هكاكا ولا نساها مشات هكاكا، لا لا فما نساء زادة لطف وكها. نحكيو على الزيادة في النفقة. كي يبدا لباس عليه علاش لا؟ كي يبدا في إمكانه باش يزيد يزيد علاش لا؟ توا هي مثلا المعيشة غلات على الآخر، الناس الكل تعرف اللي وضع تونس اللطف. ما غير ما نحكيو كي يبدا هو يقدر باش يعطيها 500 و600 ومش متفاهمين ويصرف على عائلته علاش لا؟ هذاك راه مكتوب وفيه زاد راه فما مكتوب يحكم من عند ربي هذا مكتوب وفيه وفيه. فما نساء ما تراعيش ظروف الراجل. كيفاه ما فهمتوش السؤال؟ يعني فما نساء ما تراعيش الظروف وهو يعني يبدا عمل يومي. يعني هو العامل يومي والله راهو معذور زاد. اما ما زاد ما يصبش الماء على البطيخ برشا. طبعا انت عامل يومي شد عامل يومي شد عامل يومي عامل يومي وهي زاد منين باش تجيب زعما تدخل في متاهات خايبه ما هو زاد مش معقول هو زاد لازم ينظر منا ومنا انا هكا نشوف راهو مثلا في رايي انا يعني مثلا في تجربتك في تجربتي انا يخدم عامل يومي كي يصور كي ما يصورش كي يصور كي ما يصورش ينجم يكون بفلوس عنده لباس والكليكا ويمد لي 20 و50 وعلى فكره انا ماخذه حقي بالحاكم في النفقه ومانيش صبتها له ما دخلتوش نهار للحبس. ما دخلتوش نهار للحبس على النفقه. وخلي عند ربي. يعني ماهوش قاعد يعطيك في النفقه؟ لا لا مش ناخذ في حقي في حقي في حقي لا مانيش ناخذ فيه حقي حقي مانيش ناخذ فيه. مانيش ناخذ فيه بالكل. وساعات يهديه ربي يجي كما ساعات راهو يبدا عنده فلوس وما يجيش وما يمدش. لكن ما يهمكش شيء. أنا قلت حاجة واحدة قلت لك أنا خليته عند ربي حاكم الحاكمين أفضل من كل حد أما عند ربي ما سمحش أي حاجة ضرت أولادي وبكيت أولادي ما نسامحوش عند ربي في الحاكم ما ندخلوش للحبس جرح الحاكم خايب شكيت صحيح وخذيت أمور قانونيا هكا يعني حاكم لي الحاكم 380 وما دخلتوش عليها نهار الحبس أما راهو عند ربي ما نسامحوش وقلت له هكا انا عند ربي ما سامحوش ما خليش اولادي يتبكيو وهو في الحبس ممكن انت معناها ماكش طالبه حقك على خاطرك انت تخدم هي مبرر انا نخدم ماهيش هكا تعرفي انت الوظيفه ماهيش حاجه كبيره راهو انا كاري مش حتى بداري كان جيت بداري صح 3 صغار وقريتهم 3 وصلتهم 3 والحمد لله وقاعدين يقرا اما زاد انا متعديه بضغوطات ضغوطات والكل جات على صحتي طبعا انا مثلا الستريس الكل هبط لي على بدني هاي انا مريضه منه الستريس النساء اللي يشكيوا على النفقه شنو رايك فيهم انا نقول اللي عندها حق وتخاف ربي اللي عندها حق وتخاف ربي تشكي على روحها اما اللي عند ما عندهاش حق وتشوف فيه برشا حاجات حرام عليها راه فما زاد ربي في الدنيا راه راه فما ربي راه ياخذ نساء يظلموا فما نساء تظلم فما راه نساء تظلم فما انا نخدم ونعرف ومعاشره عباد وكيف الناس الكل فما والله فما رجال مظلومه بالحق بالحق فما رجال مظلومه بالحق بالحق واكثر العباد علاش ما انا عندي خويا عازب عمره 40 سنه يا ولدي خوت يقول لك لا انا يعني تعرفني عامل يومي نهار الاول تعرفني عامل يومي نهار لمو غدوه تبدا تروح بيت تولي نفقه وتولي كل ما نعرسش ضد العرس عندي خويا 40 سنه ضد العرس خاطر هو عامل يومي رجال اليوم ولاو يخافوا من العرس يخافوا من النفقة خاطر النفقة حبس خاطر النفقة حبس وسخي بالطبيعة وسخ شكون مازال أما أنا هاني قلت لك إن شاء الله يا ربي حني كل امرأة مظلومة تاخذ حقها وكل راجل مظلوم ياخذ حقه هذاك أنا بالنسبة لفكرتي أنا فكرة العباد كل واحد كيفاش ينظر لها بعض الرجال يقولوا إني نسيت توا وليت تعرس بالعاني باش تدبر النفقة ممكن ممكن فما شكون معناها تحب تعرس باش تاخذ لما هي تصديره وروبه وصغاريت وحنه ودرشني على خاطر انا باش ناخذ نفقه نقعد في دار بابا خير
انا رايي نقعد في دار بابخي، نحن التوانسه نقولوا حانوت مسكره كفايه هي لا كريم شو ما حانوت مسكره ولا كريم شو ما نبقى في دار بابا معزه مكرمه، واللي كتب ناكلوا في دار بابا ولا نلبس روبه وفضايح وعيات وزيات وبعد اوب. ما انا بهكا رايي انا الخاص. وانه نسبه الطلاق كثرت في تونس ولات محسوب 100%، كان نقولوا 90% 85% هذيك شنو هي 100%، اي نسبه كبيره، نسبة كبيرة برشا في الطلاق في تونس. أسبابها شنو؟ ناجح. أسبابها؟ مصاريف. مصاريف. قلق المعيشة. قلق المعيشة والمصاريف، المادة أكثر غلبت الدنيا الكل، المادة هي اللي غلبت الدنيا الكل، والقناعة ما فماش. والقناعة ما فماش. ما فماش قناعة هذه جملة. معناها الغلاء اليوم يسبب في الطلاق بالنسبة للأزواج. توا هو كي هو عامل يومي، نرجعوا لكلمة عامل يومي، ما نحكوش على هو عامل يومي. نهارو ب 30 دينار ويدخل للمارشي، كيلو الفلفل ب 5000، كيلو الجلبانه ب 5000، هاي 10000 وفت هذا، مازال ما خذاش لا باكو دخان، لا شرب قهوه، لا حتى شيء، هاي ال 10000 الاولى وفت، ما فماش خبز، ما فماش حليب، ما فماش سكر، ما فما هي هي المعيشه الغالي هو اللي خلى العباد متحتمه راه، وبرشا برشا برشا بنات ماهيش ماخذه، ولاد ماهيش ماخذه، برشا في تونس، برشا، والاحرام 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 ودخل فيها الاحرام برشا برشا، اللطف كل شيء ترفع. كل شيء ترفع. نعرف انه المجتمع الزايدة عنده نظرة معينة للمرأة المطلقة. اي اي ما يرحموهاش. ما يرحموهاش، لو حتى تبدا في الجنة ما يرحموهاش، ريتي في الجنة وتبدا بكلها خضرة ما يرحموهاش. ما يرحموهاش. أنت تعرضت للنظرة هذه؟ بالطبيعة. هي بالطبيعة كل واحد يقول هذيك مطلقة زعما هذيك. معت يعني برشا كلام. اي واحدة مطلقة هي امرأة رجلها ميت يقولوا فيها فما بالك مطلقة. اي امرأة مطلقة راهو فيها النظرة كلي هكاي، اكل خزرة هذيك راهو فما. مطلقك انت؟ لا المرأة الأولى، اي أول ما هكا، اي أما من بعد لقيت أنا حكاية فارغة عليه باش نتقلقني، أنا مقتنعة نهار اللي طلقت، أنا طلقت مش راجلي طلقني، أنا ما تفاهمتش أنا وياه، عملت حد، لا تطيح لي قدري لا نطيح لي قدر، كل واحد ربي معاه. انت ما تهمكش نظرة العبيد وكلام؟ لا لا ما يقلقني حتى شيء، انا نعرف روحي شناي، وما شاء الله انا مربيه ثلاثه صغار. ثم زاد الطلاق الصامت اللي ما يسمع به حتى حد. لا مش ما يسمع به حتى حد، يعني يبقاو يعيشوا مع بعضهم لكن كل وحده على روحها. فما 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 برشا فما فما. ممكن يختاروا النوع هذا من الطلاق على خاطر نظره العبيد. ممكن تكون متحمله. فما فما تقول اي فما شكون يقول لك انت تحب يا خويا ما عادش نتفاهموا انطلقوا وما تسمعش الخبر هذايا لا لعائلتك لا لعائلتي وهنا هكاك، اما انا نشوفه غلطه مش ماهوش حاجه مش حاجه هكا يعني عليه طلق طلقت. نخلي كلمه الختام. ربي يهدي كل حد على اولاده وربي يهدي كل امراه على اولادها.